مشروع قانون المسؤوليه الطبيه اللي هو اللي يفرق بين المضاعفات الطبيه وبين الخطا الطبي وبين الاهمال الطبي الكثير. زي ما العالم كله بيعمل، لان احنا لغايه دلوقتي بنتحاسب بموجب قانون العقوبات. خطا مهني يدخلنا السجن، الكلام ده مش موجود في بقية العالم. وبالفعل احنا عرفنا ان زميلنا العزيز الدكتور مجدي مرشد عضو لجنه الصحه في مجلس النواب تقدم جاب عليه توقيعات 10 اعضاء المجلس وتقدم به رسميا لمجلس النواب، ودي خطوه جميله.